قال المؤلف رحمه الله: وبعد، فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية، من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي، ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. المعنى أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم هذه الضروريات، لكن من لم تجب عليه الزكاة فلا يجب عليه أن يتعلم التفاصيل المتعلقة بذلك وجوبا عينيا. وكذلك غير القادر على الحج الذي لا يريد الحج، وكذلك المعاملات التي لا يحتاج الشخص إلى الدخول فيها. وعلى كل حال، فمن تعلم وفهم مسائل هذا الكتاب فهما صحيحا فإنه يصير من أهل التمييز بإذن الله.